ما تراه من رسومات على هذه اللوحة قد لا يلفت انتباهك، وقد تقع بين يديك سبحة لا تعلم من نظمها، ولكن تتغير الصورة في ذهنك عندما تعلم بأن كل ما تراه ولد من رحم المعاناة. مصمم شخصية طامر، مصمم حاجة جداً طامرك، أثر عليه أنه أعرف أتكلم واجد، أتكلم زين، أتكلم مع نفسي مع بين نفسي زي كذا يعني، أمشي رجل واجد، هذا خلاني يعني أتكس حالتي عشان خلت علاجي. إن شاء الله خروجك قريب؟ قريب إن شاء الله، قالوا لي بلغ، قالوا لي الله الله، قالوا لي صراحة خروجك قريب إن شاء الله. وفي زواج قريب؟ إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. خدمات إيواء تقدمها أجواد لنزلاء عانوا من مشاكل صحية عقلية ونفسية، فكان هذا المكان هو البيت الذي يحتضنهم. هنا في نحن في مركز أجواد نفس الشيء، نحتضن هذا المستفيد اللي جاء من برا، فنحتضنوه من ناحية نظافته، من ناحية معناها ترتيب سرير حقه، من ناحية معناها يواظب على العلاج حقه، معناها كل ما تشوفه في العائلة موجود هنا. أحدهم تأهل في هذا المكان وتحسن صحته، فأصبح من موظفي أجواد، يقف على بابها ويحرسها مثلما حرسته ورعته طيلة معاناته. كيف جيت أنت إلى المركز؟ خذاني من الشارع وداني مستشفى العمل وبعدين جابوني المركز، مركز أجواد. أثناء وجودك في مركز أجواد ماذا قدم لك المركز؟ عالجوني ووظفوني وصار يعطوني راتب. طيب بالنسبة للسكن وين تسكن الحين؟ ساكن محمد هنا بأجواد. أجواد قدمت شكلا فريدا من العمل الإنساني، وتجربتها الناجحة تطمح للتوسع واستنساخ النجاح في مختلف مناطق المملكة. لقناة الإخبارية عبد الله القري، الرياض.